مشكلة كانت موجودة في امتحان مادة البلاغة للصف الثاني الثانوي الأزهري. المشكلة دي عمالة تكبر، ليه؟ لأنه في كيان بيسمى اتحاد نواب مصر اتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب اللي وصفه أنه تطاول على القرآن الكريم في مادة البلاغة. البلاغ اختصم دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودكتور محمد أبو زيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. نفكر حضراتكم الموضوع كان عبارة أن ورقة الامتحان تضمنت سؤال، السؤال كان بيقول بين العيوب اللي أخلت بفصاحة الأمثلة الآتية، ومن ضمن الأمثلة اللي وردت مثال متعلق أو يعني آية قرآنية اتسأل الطالب إيه العيوب اللي فيها، فطبعا شيء يعني كان غريب جدا. أنا معايا على التليفون دكتور محمد أبو زيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برحب بحضرتك معنا دكتور محمد. اهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك احد الخصوم في هذه الدعوه اللي او البلاغ اللي تقدم بيه اتحاد نواب مصر، ايه تعليقك وايه اللي حصل في الموضوع ده اصلا يا فندم من تطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذا الخطا، طبعا امتحان ماده البلاغه ايوه الصف الثاني الثانوي القسم العلمي كانت يوم 3 مايو 2015. تمام. هذا الخطا تم تداركه في بدايه اللجنه. هذا الخطأ خطأ فردي تم تداركه في وقته وعقاب المخطئ، وبنقول لا داعي للمزايدات لا على الأطراف. يعني إيه الأول؟ لا نفهم مع حضرتك يا دكتور محمد، يعني إيه تم تداركه في بداية اللجنة؟ يعني عملتم إيه؟ أولا إحنا علمنا بهذا الخطأ في يوم 3 مايو بعد بدء اللجنة بدقائق. وعلى الفور تم إلغاء هذه الجزئية. تمام. وهذه الجزئية تم إلغائها وتم توزيع درجة هذه الجزئية على باقي السؤال. وبالنسبة في إطار الشفافية وضع الامتحان بقى ده والحرص إيه؟ حضرتك في إطار الشفافية والحرص على إيضاح حقيقة الأمور للجميع، هذا الامتحان أولا كان امتحان في محافظة سوهاج، لأن امتحان النقل بيعتبر امتحان محافظات، كل محافظة على حدة، كل منطقة. طبعا بالرجوع إلى هذا الخطأ تم التأكد من وجود إن هذا الخطأ خطأ غير مقصود في جزئية هذا الإيه؟ في جزئية هذا السؤال. وطبعا عايزين نقول لحضرتك إن وضع الامتحان تم إجراء تم بالنسبة لوضع الامتحان بنقول لك هو موجه عام المادة كمان. وكذلك المراجع، احنا العقاب الاول عليه قبل التحقيق احنا نزلناه حضرتك من موجه الى مدرس في انتظار التحقيق ان شاء الله، اللي هنقيله من وظيفه الايه اللي هيقال بسبب هذا من التدريس الى اي عمل اداري. الامر الثاني تم حرمان هذا الموجه من مكافاه لمده 5 سنوات. الامر الثالث كذلك ايضا عايز اقول لحضرتك ان هو قيد التحقيق، والآن كنا في اجتماع مع فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر، وطبعا أمر باستعجال التحقيق، وإن شاء الله غدا بالنسبة للتحقيق بالنسبة لنهاية التحقيق معاها بعد إيه؟ بعد العقوبات اللي خدتها. وعايز أقول لحضرتك إن تم إحنا أي خطأ بنعاقب عليه وبنشوفه أي إجراء تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي خطأ قبل انتهاء اللجنة، مش عايز اقول لك قبل انتهاء اليوم، ولكن انا عايز احب اوضح للمشاهدين ان هذا الخطأ بالنسبة لهذا الرجل احنا لا ندافع عنه، ولكن هذا الخطأ خطأ غير مقصود. لماذا؟ لان طبعا قبل الآية القرآنية كان فيه بيت شعر. البيت الشعري هذا بيقول ايه؟ بيقول واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الابصار. الخطأ ان طبعا نواكس ديت هي كلمة نواكس فيها اخلال بالفصاحة. عايز يقول اللي بالكتاب بيقول ايه؟ بيقول ايوه يا دكتور. دكتور محمد معلش واضح ان الخط قطع، بس احنا كان يبقى لينا سؤال انه ممكن يكون خطا غير مقصود او سهو او يعني الراجل ما كانش يقصد، ده شيء مفهوم وان في اجراءات قانونيه هتتخذ حياله، لكن الاهم من كده
طيب هو رجع معايا دكتور محمد. انا بس للاخر يا استاذ عشان المشاهد يفهم. طب انا بسمع حضرتك. القياس الصحيح الوارد في القران الكريم اللي به الفصاحه انما هو الوارد في القران الكريم وهو قول الله تعالى: ولو ترى اذ الايه اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فكلمه ناكسوا هذه في القران الكريم هي اللي فيها الفصاحه وفيها البلاغه الصحيحه. فخطأ المقصود من هذا الرجل فبدلا من ان ياتي بالبيت الشعر اتى بالايه الكريمه، واحنا طبعا ادينا له عقابه. احنا ما بنقولش حاجه يا دكتور محمد، انا كانت النقطه انه يتم مراجعه الامتحانات، انه الامتحان ده حضرتك قلت لي ان هو في اسيوط حاجه زي كده، بس لازم يكون في جهه مركزيه في ناس بتراجع الامتحانات ورا واضع الامتحانات. حضرتك دلوقتي الذي وضع الامتحان والذي راجع الامتحان والذي طبع الامتحان، كل هؤلاء يخضعون للتحقيق العاجل. تمام، شكرا دكتور محمد ابو زيد رئيس قطاع المعاهد الازهريه، بشكرك شكرا جزيلا. نتابع ونشوف تطورات الموضوع ده بقى على المستوى القانوني، لان المساله زي ما بنقول في بلاغ هيحصل تحقيق فيه.